حلو. شو هالحلا يعني نبتدي منين الحكايه؟ ايوه عبد الوهاب هي اللي عبد الحليم حافظ شي روعه بها هالايام يعمل هيك ويكتب الالحان الحلوه مشتاقين له الحقيقه هالايام الحلوين الله يطول عمر الكبار الايام شوقي بكر محمد سلطان في نص رائع عنوانه نغمة البيانو من أيام الطفولة بتقول الأديبة الإعلامية كلود نصيف حرب عشباكي رسمتك عأحلامي رسمتك عالدفتر الأزرق عنغمة البيانو من أيام الطفولة تيبقى حبك موسيقى وكلمة حبيبي قد السما والأرض وهيك بحبك وهيك مزجت سيدة الحنين بين الموسيقى والحب بسيمفونية وحدة وقديش غنوا عن الحب ورح يغنوا عن الحب وبيسألونا نحن الشعراء قديش رح تحكوا عن الحب مش نتعبوا ما في موضوع تاني لا ما في موضوع تاني من أول البشرية لآخر البشرية رح يضلوا يقولوا عن الحب ورح يضلوا يغنوا عن الحب ورح يبقى الحب موضوع الغنية وما رح يموت الحب أبدا وهني الموسيقى والحب ما بيفترقوا رح أترككم مع الأديبة والإعلامية السيدة كلود نصيف حرب وكل شكرا دكتور جميل كتاكزو أيها السيدات والسادة لولا الموسيقى لانتهى الجمال وأصبح العالم حجراً لا روح فيه الموسيقى هي حنين الروح للروح هي رسالة السماوية التي تظهر من خلالها عبقرية الإنسان وانتصاره على الجنود كم من الملوك سجدوا على أعتابك أيتها الموسيقى وكم من الدول جعلوا لك آلهة وتماثيل وكم من الأسماء خلدت في كتاب الزمان موسيقيون عزفوا وربطوا الأرض بالسماء بيتهوفن موزارت فاغنر الرحابنة محمد عبد الوهاب رياض السنباطي بليغ حمدي وكثار كثار أمم تعزف للخير والحق والحرية ومنشدون ما تزال أصواتهم ترن في الضمائر وليس غريبا على المركز الأسترالي العربي للموسيقى أن يقيم لهذه الملكة الأنيقة الرقيقة مركزا ومقاما رفيعا وهي التي سحرت وأغنت الثقافة وموسيقانا العربية هي رافد مهم من روافد الثقافة العالمية ولو أصغينا لصوتها وحنانها ودعوتها الرسولية لرمينا السلاح على الرصيف وتركنا وراءنا كل الحروب والقبائل والخوف والتشرد ودخلنا إلى عالم هو الذي سينتصر في النهاية يحكمه المبدعون والأدباء والشعراء والفنانون والرسامون لا القاتلون بالسيف وقاطعوا الطريق ويسرني هنا أن أتحدث في افتتاح المركز الأسترالي العربي للموسيقى وأكون من المساهمين ولو بكلمات قليلة تصدر من القلب في هذا الحدث الذي أتمنى أن يستمر ويتطور خدمة للأجيال ولأبناء جاليتنا الذين ما زالوا على بعد المسافة يتواصلون مع الأرض الطيبة ويحنون إلى صوت فيروز ووديع الصافي وصباح وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم فكأن الحنين إلى أن هناك يقطع حبل المسافة ويرمي بنا على تلك الشطان مع
مع النسائم الغوادي مع شعاعات تهالت عند شاطئ الغوادي. ولابد لي في هذه المناسبة السعيدة أن أشكر الصديقة الفنانة الأستاذة إحسان حضارة حبيبة القلب التي قامت بعمل جبار خلال الأشهر الطويلة الماضية من أجل إطلاق الفكرة وإنجاحها وصولاً إلى تأسيس المركز وإلى جميع الموسيقيين. شكراً. والمنظمين والمحبين أهلا وسهلا. والأستاذ صوفي لابا وكل اللي ذكرهم دكتور جان. اجتمعوا على فعل الخير لكي يقيموا عاصفة عربية للموسيقى في قلب سيدني، وهذا في رأيي إسهام كبير في إغناء ثقافتنا وحضارتنا وتذكير بأن